استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بحضور سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لحضرة صاحب الجلالة وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في قصر الصخير هذا اليوم. سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس الاتحاد البحريني ألعاب القوى الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة ذوي العزيمة حيث قدم لجلالته الفائزين في المسابقات الرئيسة في منافسات النسخة الثانية من بطولة أقوى رجل بحريني والتي أقيمت برعاية كريمة من سموه والذي وجه بتخصيص ريعها لدعم مرضى السرطان. الرياضيون الفائزون في المسابقة هم سلمان سالم عبد الله سالم وحسين علي جمعة علي فاضل وأحمد محمد الموسوي الفائز بجائزة أقوى رجل بحريني بتحقيقهم المركز الأول في مسابقة الوزن الثقيل وأحمد محمد طه وفارس مصطفى إبراهيم الكوهجي وعيسى عارف عيسى رجدان الحائزين على المركز الأول في مسابقة الوزن المتوسط وخالد عبدو علي الضفري والسيد شبر عبد الله شبر ويوسف عبد الله القلاف الحاصلين على المركز الأول في مسابقة الوزن الخفيف. وقد هنأ جلالة الملك المفدى سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة على نجاح هذه البطولة التي تقام للعام الثاني على التوالي مقدرا ما يبذله سموه من جهود مثمرة حثيثة للرقي لهذه المسابقات كما هنأ رعاه الله جميع الفائزين على تفوقهم وشكرهم على هذه الإنجازات الكبيرة وما حظيت به هذه البطولة من مشاركة واسعة من قبل الشباب البحريني متمنيا جلالته لهم دوام التقدم والنجاح في مشاركاتهم القادمة. وأثنى جلالة الملك المفدى على المبادرة الإنسانية لسمو الشيخ خالد بن حمد بتخصيص ريع البطولة لدعم مرضى السرطان والتي تأتي في إطار مبادرات سموه الهادفة لدعم المجالين الرياضي والإنساني ومشيدا جلالة الملك المفدى بالنتائج المميزة وتطورها عاما بعد عام مما يؤكد أن أبناء البحرين حريصون على رفع اسم وطنهم وهذا يعكس مقدرتهم للمنافسة بكل كفاءة في المحافل الدولية وحافزا للأبناء من النشأ للسعي على سير خطاهم منوها جلالته بما تشهده الحركة الرياضية والشبابية في المملكة من ازدهار وما يواصل الشباب البحريني تحقيقه من نجاحات متميزة مكنته من اعتلاء منصات التتويج الدولية في إطار الرعاية والدعم الذي يوليه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة لمختلف الألعاب الرياضية وبحرصه على احتضان المواهب الشابة وتطوير قدراتها ومهاراتها.